السلام عليكم. صباح الله. ما سمعت والو، ما فهمتش علاش الشيطان. انا قلت لهم زعما تحيحوا واحد القضيه ما تنفهمهاش انا، ماشي بوحدي راه حتى لاحظوها حتى الصبليون اللي خدامين معنا كاملين لاحظوا بينا في الرباط مازال في كاسا كنشوفوه محيح. دابا كتلقى مسكين كيطلع ينقص في عرق الاخرين كيديروا ليه امانا. وحتى التعامل ديال الجمهور الرباط معايا والله الا سبيسيال. فاش كنخرج دابا للشارع البارح كنت في ميغامول تلاقيتني مع السيده عندو واحد الهضره كنتي معايا شتيني ياك حتى شتك تلعب الشيطان. شفتي واحد السيده واحد ميغامول اللي دير فيا شفت واحد قالت لي وزيت فريمون دغول في كازا شتا والله يتنفر واحد برا. وديك النهار صدمني واحد خينا في كازا شاف صاحبو يقول لي صاحبي هو داك خينا اللي كيبان في مكتب هنا ولي كي الواعره. والله العظيم كانت تصدم واحد المره في ديزيكس بقيت عند الناس بحال واحد كيتلاقاني كيسولني كيقول لي ما تقولش لي انت هو كي غتجاوبو. وفي الرباط مازال بعد مرات كيهضر معاك شويه تقول لك انا كان عندك شي سيتي بيان ما وقعلكش مشكل سي بون في كازا. قول لي عمر شايفنا في الدار بوك انت والله الا كيقول لي نوض واحد السيد من كازا ديك النهار وخا حطيت دابا على كازا هو ولا كازاوي قال لي واحد السيد سولته على ميس اليزابيث كي كي جاتك قال لي كتعرض فين تفلق. وسولت واحد الدري صغيور هذه والله الا عمري ما ننساها دري صغيور سولته قلت لي كي قلت لي هاد اللعبه من اسبانيا سميتها تيلاس الا جينا نترجمها للدارجه شنو تعطينا. قال لي التزحلق على الشراويط. ولكن الدراري ديالنا كنعلموهم من الاول دي زيكسبريسيون خاطئ من الاول كنزرعوا في ولادنا الكلمات خاطئه. كتلقى القوريه معوده من الاول كتعلمو كتقول لي سي كوا سا كتقول لي بون بون كيسولها سي كوا سا كتقول لي اون فاتور مغربيه كيسولها ولدها شنو هي قاقا شنو هذا عنعن. الاخر كيبغي تقول لها مامون جي سوي مالاد جي مال. الاخر مي في دي الاخر كيقول لها مامون جي فان جو فو مونجي. الاخر مي في دي ميمي. وكتلقى الام كتقول جمله كامله ما كتفهم فيها حتى شي حاجه كتقول يلاه تيتي باش دير ميمي وزيد دير ميمي ولا درتي بيم بيم دير في دي. وحده خرجت لي كسرت لي كاع ديت نعاس حتى هي
شكون عاقل عليها؟ ها؟ لا لا هذيك راه ديال فرنسا هذيك. واحد القضية أخرى من غير داكشي، شكون عقل العين ديالو قال لي كذا كنديرو؟ كنت بصح ندير له ديالو أنا وصاحبي وكنبين راسي زعما كنهضر مزيان فرونسي وكندير لي جيست كي كونت. عرفتوا لي جيست كي كونت؟ بونجور كومو تي تابيل تو؟ وكي جاوب لي زعما جو مابيل تو سعيد إطوا. واو كاين لي جولي لو سولاي كتشوف الأستاذة زعما راه قال لا جو باغي لا فرونسي واعرة خرينا خطيرة. ودابا كنت انا جينيراسيون الاولى ولكن بيني وبينكم لا جينيراسيون ديالنا حنا لا جينيراسيون الاولى ماشي بحال الاولاد هذا. دابا كتسول شي دري وسول شي وليد دابا قول ليه غي فاش كتفرج التلفازه سول ديك المره واحد الدري سول ليك كيفاش كنتي غاكارد على التلفزيون قال لي جو غاكارد ديابلو ديابلو كتفرج بهذيك الافلام المكسيكيين مترجمين بالدارجه وتخيلوا معايا دابا دخلت لك والله ملي كتسمع ديابلو ولا استريلا كتقول لها والله الا عبرتي على امو ولي كتسمعوها كتقول ليه الله يلقيها ليك. هادو كيترجموا هاد الكلمات هادو. سولت واحد السيد ديك النهار طلعت من هنا قلت ليه كي جاتك ميس اليزابيث هو قال لي زوينه وانا نقول لك كيفاش زعما واخد راحتك قال لي حقاش المدام مسافره. تفرجوا المدام مسافره تفرجوا معايا واحد الكاوري في هذا البرنامج هذا هو برنامج زويون زعما بصراحه رغم انه تعرض للانتقادات سولوا شاف معايا واحد اللقطه واحد الكاوري شاف معايا واحد اللقطه ما فهم فيها حتى زبته بانوا ليه العيالات كيعرفوا في البيسين بالبيجامات. واحد الوقيته سولني قال لي بوكو الناس اللي كيديروا في بيجاما وانا بغيت نبان واعر وانا نقول ليه باسكو في خوا ها هو اللي صايبني زعما. واحد الوقيته هاد النقطه الواعره تكون زين انتم لاحظتوها بانوا ليه واحد الراجل كيبكي قال لي بوكو يبلغ قال لي بلغ باسكو سا مدام اللي فاياجي لابا قال لي فاش كتسافر مرة باش تبكي قال لي سي مينيون قال لي سي با مينيون سي تي ريخا مع واس مليوني ما فهمنيش قال لي هذا مطلع هذا عليا بصح كاين والله الا كاين برا والكازا ثلاثة قلت لك شاف الراجل تبكي قلت لي سي كو تي ريخا مع واس مليوني ما فهمنيش قلت لي تي ريخا يعني بسبانيولية منجاري سبندوخة من غير برنامج مدام صفراء كاين واحد البرنامج اخر سميتو برنامج مختفون كتلاحظوا بعض المرات واحد النداءات ما كتفهم فيهم حتى زبده كتلقى واحد واقف قدام التلفزيون كيقول لك السلام عليكم لا رحم له هذه اسمي العربي كنقلب على خويا اللي تغيب هذه واحد 50 عام ونهار خرج كانت عنده شي 56 عام اللي شافوه ولا تعرف على عيط الدوزي وهذا فين ما كتلقاه ولا الطب هي وحده كتقول لك قدام التلفزه وكتقول لك اسمي ربيعه كنقلب على اختي اللي تغيبات هذه واحد 20 عام ونهار خرجات كتلبس الصندله الزرقاء وجلابه ليمونيه اللي شافها العيط دوزي ما دير لا سميتها لا والدي ديك الصوره بخيال هذا يقول علي شهر واحد دابا كيلقاو ليه مرتو وكيندم علاش لقاو تخيل معايا واحد داير نداء ما حملش مرتو السلام عليكم ما حمل والدي ما كنقلبش على مراتي اللي شافها ولا تعرف عليها يزيدي بالضربه ولا عيط لينا باش نختفي كتلقى مسابقه صعيبه بزاف ما كتفهمهاش كتلقى المغنيه محطوطه معروفه شكون هي وكتسمع الاغنيه كتقول هي هي وجايه تصبر وتخضر السؤال من هي صاحبه الاغنيه ا الحاجه الحمدويه ب ننسى عشره ولا كتلقى من هي مقدمه برنامج الخيط الابيض ا نسيم الحر ب الزعفران الحر ويلي وشكون عقل واحد الاشهار كان كيدوز في رمضان في التلفازه كيطلق لنا الفطور هنا واحد الاشهار ديال الغابه هي مزيان نوعيو على الغابه ولكن كيحطوا لنا مع الفطور وكتبان لك الغابه كل شعله فيها العافيه وكيبدا الاشهار كيقول لك الغابه زوينه نحافظوا عليها حتى هنا مزيان واحد الوقت كيقول لك واحد النهار مصيبه صيبه صيبه كارثه كارثه ودي الله يهديك ولا الواعره هي كتلقى واحد الاشهار كيحرض على تمسخيط الوالدين تقولوا اكيد انا لاحظتوا واحد السيد كيوقف وكيقول انا كنت كنمشي عند والديا كل شهر باش ندي لهم الفلوس ولكن دابا ولات كنسافر لهم الفلوس غير بالتليفون الله على راحه ماشي مسخوط والدي لا من غير هادشي بغيت نعاود لكم على مشكل ديالي مع الكاميرا الخفيه دابا ثقوا بيا والله الناس ما بقى حتى حد كيدير فيا الثقه
معايا اول رد فعل اللي جاوبني بالزنقه اول حاجه كيدير كيدير ديك المره مشيت عند الحاله اللي كيسرع معايا محمد عافاك واحد الخبزات قال لي جوج خبزات مع من انا اصلا وانا عاقب بك والو ديك المره عاوتاني في الجامعه ديال عمري ما ننساها مشيت نصلي التراويح وقفت يلاه كنصليها هكا واحد الدري عنده 13 عام هذه والله الا وقعت لي بصح دير عاود تصلي مره مره كيدور تيدير فيا واحد الوقيته رجعت في جبل اوكي حتى النهار عاوتاني مشيت نبوي في المدام تلاقيت مع الطاهر شاف فيا فاس فاس وبعيني ما نتيقش شاف فيا وشفت فيه انا نقول لي راه جاي طالبها راه بنت بنتك شاف هنا وشاف هنا وقال لي حلف شكرا لكم شكرا لكم.